هنبدأ مع بعض في اللابلاس ترانسفورم، والنهاردة هناخد ازاي احول من التايم دومين للاس دومين والعكس. بمعنى لو عندي دالة في التايم دومين ازاي اجيب لها اللابلاس ترانسفورم، وكان عندي دالة في الاس دومين ازاي احولها بلابلاس العكسي واجيبها في التايم دومين. عموما لابلاس ترانسفورم وهو معناها ان انا بجيب لابلاس للداله في التايم دومين يطلق عليه اف كابيتال اوف اس. خلي بالك في التايم دومين الرمز بيبقى سمول، في الاس دومين الرمز بيبقى كابيتال. بيبقى عندي تكامل من زيرو لما لا نهايه، الداله في التايم دومين مضروبه في اي اس سالب اس تي دي تي. ومعروف ان الاس عباره عن سيجما زائد جي اوميجا، بحيث ان الاس ده عباره عن كومبلكس نمبر او كومبلكس فاريبل. ده لو انا عندي داله في التايم دومين عايز اجيب لها لابلاس. خلي بالك لابلاس ترانسفورم برمز ليه برمز ال L. لو انا عندي داله في الاس دومين عايز اجيب لها لابلاس العكسي، الانفيرس لابلاس ترانسفورم يطلق عليه L اس ماينس 1، وبالتالي ناتج دي هي في الاس دومين، الناتج بتاع دي يبقى الداله في التايم دومين عباره عن ايه؟ 1 على 2 باي جي تكامل سيجما ناقص جي ما لا نهايه الى سيجما زائد جي ما لا نهايه اف كابيتال اوف اس اللي هي في الاس دومين مضروب في اكسبوننشال اس تي دي تي. خلي بالك هنا سالب لكن هنا موجب. هنا طبعا التكامل بيبقى كومبلكس وصعب شويه لان الحدود التكامل اصلا عباره عن كومبلكس. خلي بالك جي مضروبه في ما لا نهايه يعني الناتج ده ما لا نهايه، والجي هنا مضروبه في سالب ما لا نهايه يعني الناتج ده يطلع سالب ما لا نهايه، يعني التكامل هيبقى من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه. طب انت يا باشمهندس كتبته ليه؟ كتبته عشان اقول لك ان انا هحط هنا اس وهنا اس، بس المره بيبقى الكونجيت بتاعها وهنا الاس الاصلي. تمام. طبعا انا مش هشتغل على القوانين، انا هديك لمحه سريعه كده مثال او مثالين هنشرحه على القانون، وبعد كده هناخد جداول عشان نختصر الموضوع. ناخد اول مثال، عندي اف اوف تي بتساوي 5، عايز لابلاس ترانسفورم ليه. هروح نطبق في القانون بتاعي، اف اوف تي اي اس سالب اس تي دي تي، التكامل من زيرو لما نهايه، الداله في التايم دومين رمزها سمول، هيبقى اف كابيتال اوف اس في الاس دومين. نعوض عن الاف اوف تي ب5، معروف ان الثابت هيطلع بره، وخلي بالك تكامل الاكسبوننشال يبقى نفس الاكسبوننشال بتنزل زي ما هي. بره اضرب في مقلوب تفاضل الاس، في مقلوب تفاضل الاس، انا بكمل بالنسبه لتي يبقى فاضل بالنسبه لتي. تفاضل الاس بالنسبه لتي يبقى سالب اس في المقام، يبقى اقول 1 على سالب اس، طبعا انا طلعت سالب فوق. ما انساش اعوض عن حدود التكامل من زيرو لما لا نهايه. يبقى عندي سالب 5 على اس ده ثابت يبقى بره، هعوض بحدود التكامل، هعوض بتي بما لا نهايه. خلي بالك بعوض بتي لان انا كنت بكامل بالنسبه لتي. يبقى اي اس سالب ما لا نهايه او سالب اس في ما لا نهايه تطلع سالب ما لا نهايه، ناقص الكلام ده جوه القوس، الكلام ده كله جوه القوس، ناقص اي اس 0 زي ما انت شايف كده. يبقى اعوض ببدايه التكامل ناقص لما اعوض بنهايه التكامل. معروف ان اي اس 0 بواحد واي اس ما لا نهايه بما لا نهايه وإيه أس سالب ما نهاية. طول ما الأس سالب معناها إن الدالة دي تنزل في المقام، وغير الإشارة بتاعت الأس تاني. طول ما الأس سالب معناها الدالة دي في المقام، ولما تنزل في المقام غير إشارة الأس. يبقى واحد على إيه أس ما نهاية، واحد على ما نهاية من فوق تطلع بزيرو. يبقى تاني إيه أس زيرو بواحد، إيه أس ما نهاية بما نهاية، إيه أس سالب ما نهاية بزيرو. يبقى عندي إيه أس سالب ما نهاية أعوض عنها بزيرو، إيه أس زيرو أعوض عنها بواحد، اخلص ناتج دي تطلع 5 على اس. ملاحظين ان الداله اف اوف تي بتساوي 5، ده ثابت، لابلاس بتاعه عباره عن الثابت على اس، يبقى 5 تبقى 5 على اس. وبالتالي لو اف اوف تي بتساوي ايه، اي ثابت، يبقى وقتها اللابلاس بتاعها عباره عن ايه على اس. خلي بالك طول ما هي ثابت الاف اوف تي اللي هي الداله في التايم دومين، طول ما هي ثابت يطلق عليها ستيب فانكشن، ستيب فانكشن، واللابلاس بتاعها عباره عن قيمه الستيب على اس. اما لو كانت اف اوف تي بتساوي 1، خلي بالك 1 ثابت برضه، يبقى اف اوف اس بيساوي 1 على اس، عوض في القانون اللي فوق، يبقى 1 على اس. طول ما اف اوف تي في التايم دومين بتساوي 1 ده يطلق عليها يونت ستيب، لان هي ستيب قيمتها 1، ستيب قيمتها 1. ناخد اكزامبل تاني، عندي اف اوف تي اللي هي في التايم دومين 2 اكسبوننشال سالب اي تي. هعوض في القانون نفس القانون مفيش اختلاف، نعوض على الاف اوف تي تطلع بالشكل ده، ما انساش عندي الاكسبوننشال سالب اس تي. طيب الاثنين يطلع ثابت بره، دالتين اسيتين، طول ما الاساس واحد يتجمع الاسس، طول ما الاساس واحد اي اي يبقى الاسس تتجمع. يبقى هطلع الاثنين بره لانها ثابت اكسبوننشال، خلي بالك سالب اي تي سالب اس تي، هجمع الاثنين واخد تي عامل مشترك، واخد سالب عامل مشترك، بقت داله اسيه. زي ما اتعلمنا تكامل الداله الاسيه يديني نفس الداله مضروب في مقلوب تفاضل الاس، في مقلوب تفاضل الاس،
دالة الأسية نزلت زي ما هي، تفاضل الأس هنا بالنسبة ل T، لأن أنا بكمل بالنسبة ل T، يبقى عندي إيه؟ يبقى ده كله يعتبر ثابت، يبقى سالب القوس ده كله ثابت ينزل في المقام، يبقى سالب القوس. طلعت السالب فوق أنا مفيش مشكلة، خد التكامل من زيرو لما النهاية، يبقى هقول سالب 2 على ده كله ثابت، افتح قوس كبير، مرة عوض في الدالة بما لا نهاية، بس عوض عن مين؟ عن T، يبقى إي أس سالب القوس في ما لا نهاية تطلع بإي سالب ما لا نهاية، وعوض عن T بزيرو عندي تطلع عندي إي أس زيرو. خلي بالك في ناقص طبعا، اي اس سالب ما نهاية زي ما قلنا بزيرو، اي اس زيرو بواحد، ابتدي اعوض عن الناتج ده تطلع بالشكل اللي قدامك ده. يبقى تاني، طول ما الداله ثابت مضروب في اكسبوننشال يبقى الثابت يبقى في البسط، طول ما هي اكسبوننشال يبقى احط في المقام اس الاس هنا اللي هو سالب اي المضروب في التي. خلي بالك السالب اي المضروب في التي باخده بعكس الاشاره. يبقى تاني الثابت بينزل زي ما هو، المقام عندي بيبقى اس طول ما الاس اللي مضروب في تي بالسالب اقول زائد A. طب لو الاس عندي موجب او عكس اشارته تبقى سالب A، يبقى بالتالي عندي لو اف اوف تي بتساوي ثابت اكسبوننشال سالب اي تي تطلع اللابلاس بتاعها A اللي هو نفس الثابت على اس عكس الاشاره اللي قدام التي، يبقى التي اللي هنا عكس اشاره الثابت اللي قدام التي بينزل زي ما هو. واختصارا للوقت في حاجة بالماتلاب، ممكن بالماتلاب أعملها بسرعة إزاي؟ لو عندي دالة اف اوف تي بالشكل ده يبقى اللابلاس بتاعها بالشكل ده، تمام؟ أهو الاتنين نزلت في المقام اس عكس الإشارة هنا تبقى بدل سالب 3 تبقى زائد 3، تمام؟ ده اللابلاس بتاعها. لو أنا هستخدم الماتلاب، الماتلاب ليه طريقة سهلة كده، بتكتب سيمبلز اختصار لسيمبلز دي سيمز تي، الدالة دي أنا شغال في التايم دومين، خلي بالك، تايم دومين أنا عايز لها اللابلاس. هبص للداله دي ايه المتغيرات اللي فيها؟ مفيش غير متغير تي، وطول ما انت سيادتك شغال في التايم دومين وهتحول للابلاس يبقى انت مجبر تستخدم الفاريبل تي، خلاص يبقى هنا المتغير الوحيد تي، اكتب سيمز تي. وبعد كده اروح اكتب الفانكشن زي ما اتعلمنا، هنكتب الفانكشن ببساطه عادي خالص، اهي الاي تبقى اكسبوننشال افتح قوس ده الاس مباشره، في امر لابلاس اف بيساوي اف كاب، يبقى مباشره هنطلع لك الناتج على الماتلاب زي ما انت شايف كده. طب نفترض الداله دي فيها رموز، ايوه بيقبل دوال فيها رموز او متغيرات غير معلومه، بمعنى اي اس سالب اي تي الثابت بينزل، يبقى اس هنا عكس الثابت المضروب في تي يبقى زائد ايه. طب اكتبها ازاي على الماتلاب؟ سامز مين المتغيرات اللي عندي هنا؟ ان اي وتي، يبقى تي وA، أو اكتب A وT مش هتفرق معايا، المهم لازم تي يبقى داخل في الحسبة معاك، لازم تي، وتشوف المتغيرات الباقية في المعادلة، فاضل A اكتب A مفيش مشكلة، 2 في اكسبوننشال سالب AT، هات لابلاس ليها، لابلاس للدالة دي بتساوي اف كابيتال، هتطلع عندك اف كابيتال بالشكل اللي أنت شايفه ده، اللي هي نفس الدالة اللي هنا، تمام؟ مثال تاني بالماتلاب أصعب شوية، تي في اكسبوننشال في كوزاين، أعمل إيه؟ يلا سيمز في اي متغيرات غير التي في المعادله؟ لا، يبقى تي فقط. هكتب الداله ببساطه، 2 في تي في اكسبوننشال افتح قوس سالب 3 في تي في كوزاين 2 تي. خلي بالك هنا في الماتلاب انت رياضيا بتكتب 2 تي مباشره، يعني معناها 2 في تي، لا الماتلاب ما يفهمش كده، لازم تحط له علامه الضرب، يبقى 2 في تي في الاكسبوننشال بين قوسين ده الاس بتاعها سالب 3 في تي ده كله في كوزاين افتح قوس 2 في تي، وبعد كده اقول له لابلاس للداله اللي فوق يطلع الداله في الاس دومين، تطلع بالشكل اللي قدامك ده. طبعا انت ممكن تحلها بالتكامل، هيبقى الموضوع صعب شويه عليك، ممكن تحلها بالتكامل او حلها بالمتلاب مباشر. هناخد جدول وهنحفظه عشان ده هو الملخص عندي. لو قلنا اف اوف تي عباره عن سيجما اوف تي، سيجما اوف تي يطلق عليها يونت امبلس، يونت امبلس لابلاس بتاعها عباره عن اف كابيتال اوف اس اللي هو قيمته بواحد، يبقى تاني سيجما اوف تي اللابلاس بتاعها بواحد، هي الداله الوحيده اللي اللابلاس بتاعها بواحد، ده اسمها يونت امبلس. ليه يونت؟ لانها مضروبه في واحد هنا. طب لو كانت 2 سيجما تبقى 2، طب لو كانت 10 سيجما تبقى القيمه 10، يعني الثابت اللي هيتضرب في سيجما بينزل زي ما هو واللابلاس السيجما بواحد، يبقى تاني طول ما هي سيجما لوحدها يطلق عليها يونت امبلس اللابلاس بتاعها بواحد. طب لو كانت 10 في سيجما يطلقش عليها يونت امبلس، يطلق عليها امبلس فقط، لو كانت ثابت مضروب في سيجما يطلق عليه امبلس فقط واللابلاس بتاعه يطلع نفس الثابت. لو عندي يونت ستيب يو اوف تي بتساوي واحد، احنا لسه شارحينها في اول مثال، اللابلاس بتاعها واحد على اس، واحد على اس. طب لو كانت عندي ستيب قيمتها ب 10، يعني يو اوف تي بتساوي 10، يبقى ثابت على اس، يبقى 10 على اس، وقتها لو اليو بتساوي 10 دي يطلق عليها ستيب وليست يونت، يونت يعني قيمتها بواحد، غير كده يطلق عليها ستيب. في عندنا يونت رامب اللي هي تي،
اللابلاس بتاعها واحد على اس تربيع، واحد على اس تربيع، دي يطلق عليها يونت، خلي بالك لانها مضروبه في واحد. طب لو مضروبه في اتنين يطلق عليها رامب فقط، وتبقى 2 على اس تربيع. هناخد قانون عام للتي اس ان، هنا التي اس واحد، طب لو تي اس ان تبقى بكام؟ عباره عن مضروب الاس على اس اس ان زائد واحد، اللي هو الاس بيزيد واحد. طب طبق الكلام ده فوق، يلا التي الاس بتاعها بواحد، يبقى عندي فوق مضروب ايه؟ واحد، مضروب واحد بواحد على اس، يعني زود على الاس واحد، يبقى 2، يبقى واحد على الاس تربيع. يبقى القانون ده يتم تطبيقه على اي داله تي اس باور. هروح لداله الاكسبوننشال، انا لسه شارحها، عباره عن ايه؟ طول ما مضروبه في واحد ينزل الواحد زي ما هو، طب لو مضروبه في ثابت الثابت ينزل. الاس سالب اي تي، اخد اللي قدام التي السالب ايه، يبقى اقول في المقام اس عكس الاشاره للرقم اللي قدام التي. طب لو عندي واحد ناقص الاكسبوننشال، عباره عن واحد على اس مضروبه في اس زائد ايه. ناخد الدمج بين بعض القوانين اللي فاتت، بمعنى تي اس ان اكسبوننشال سالب اي تي. خلي بالك اكسبوننشال لما تتضرب في اي داله بتعمل شيفت، يبقى داله الاكسبوننشال لما تتضرب في اي داله بتعمل لها شيفت. تاني هنبدا بتي اس ان، تي اس ان اهي تمام، طول ما انا ضربت في اكسبوننشال اعمل شيفت، بمعنى الكلام ده ان انا اشيل اس واحطها في قيمه جديده، قيمه الاس الجديده عباره عن ايه؟ طول ما هنا الثابت اللي قدام التي سالب اي يبقى هتبقى اس زائد اي، يبقى باخد اس عكس اشاره الرقم اللي قدام تي واعمل شيفت هنا، يبقى ابتدي اعوض في القانون ده. بعد ما اعوض انا عرفت تي اس ان بالشكل ده، اشيل الاس دي امسحها واعمل قوس، القوس ده جواه اكتب هنا سالب اي، يبقى تبقى اس زائد اي، اللي جوه القوس تبقى اس زائد اي، يطلع القانون بالشكل ده. يبقى اصلا القانون ده عباره عن القانون اللي فوق اللي هو تي اس ان، الاكسبوننشال بتعمل له شيفت، شيفت يعني تشيل كل اس اللي موجوده في القانون وتعوض عنها باس زائد اي، اس زائد اللي هي عكس اشاره الرقم اللي قدام تي. مثال تاني هناخد الساين اوميجا تي، عايز اجيب لها لابلاس، قانون كالاتي، المقام اس تربيع زائد اللي هو قدام التي اللي هي الاوميجا، كل اللي قدام التي في الزاويه يبقى اوميجا هربح، البسط بيبقى الاوميجا فقط، يبقى المقام اس تربيع زائد اوميجا تربيع والبسط بيبقى اوميجا. طب لو كوزين، كوزين اوميجا تي، تبقى المقام برضو اس تربيع زائد اوميجا تربيع اللي هو مربع العدد اللي قدام التي، البسط هنا يبقى اس وليست اوميجا، يبقى اس. لو انت عايز تحفظها ونسيتها في الامتحان، كوزين فيها اس، يبقى اللابلاس بتاعها فيه اس في البسط. تمام، يلا ندخل الاكسبوننشال اللي هي بتعمل شيفت، يبقى اكسبوننشال اهي اتضربت في ساين، يبقى اروح لداله الساين الاصليه، شايف الساين؟ اشيل الاس، هنا مفيش غير الاس دي، اشيلها يبقى اعمل قوس كده، خلي بالك القوس هيبقى تربيع. جوه القوس اكتب ايه؟ هنا ناقص ايه؟ تبقى اس زائد ايه؟ اس عكس اشاره الرقم اللي قدام التي، تمام؟ يبقى اس زائد ايه؟ بص كده متربعه لان دي متربعه، اوميجا تربيع والبسط اوميجا. طب لو كوزين، لو انت فهمت اللي انا قلته هتجيب الداله الثانيه بسهوله. بص معايا كده، اشيل الاس هنا واحط اس زائد ايه، واشيل الاس اللي هنا احط اس زائد ايه. خلي بالك هنا اس زائد ايه، البسط اس زائد ايه، لازم اللي هنا يبقى موجود تحت اللي جوه التربيع. وفي برضو قانون هنا ان انا دمجت بين الاثنين دول، خدت اكسبوننشال عامل مشترك اهو وضربت الساين في سالب، سالب ثابت، يطلع القانون ده. هنا انا قلت لك اس زائد ايه متربعه، البسط لازم يبقى اس زائد ايه، نفس الشيفت بتاع الاس فوق. طب لو كان البسط مش متشفت والمقام بس اللي فيه شيفت، يطلع القانون ده. ده قانون ممكن تحفظه او تحله كمثال، كمساله. انا هحله كمساله واعوض لك فيه في القانون خلال الفيديو. هنلاحظ هنا ان في اس بس في البسط، في البيت كده اضرب الاكسبوننشال في الكوزين وهتلاقيها لابلاس، هتطلع بالداله دي، ناقص الثابت نزله زي ما هو، الاكسبوننشال في الساين وعوض بالداله دي، واحد مقاماته جمع هتطلع دي. هنروح للنظريات الخاصه باللابلاس ترانسفورم. لو عندي داله في التايم دومين اسمها اف، لو عايز لها لابلاس العكسي تبقى اف كابيتال اوف اس، بعوض في التكامل، ده اسمه الديفينيشن، التعريف. النظريه الثانيه لو اف اوف تي مضروبه في ثابت، يبقى انا بجيب اف كابيتال اوف اس اللي هي لابلاس اف اوف تي واضربها في نفس الثابت، والكلام ده قلناه لو ثابت في اكسبوننشال او ثابت في تي، والكلام ده بينزل نفس الثابت، واروح ادور على الداله في تايم دومين واجيب لها لابلاس. لو عندي دالتين مجموعين عايز لهم لابلاس، لا اجيب لابلاس الاولى زائد لابلاس الثانيه، او مطروحين مفيش مشكله. اف اوف تي مضروبه في اكسبوننشال، انا لسه قايل لك طول ما الداله اتضربت في اكسبوننشال بتعمل شيفت، اف اوف تي دي اجيب لها لابلاس الاول، تبقى اف اوف اس تمام، زي ما شفنا في الساين والكوزاين وتي اس ان لما اتضربت في اكسبوننشال، يبقى اجيب اف اوف اس الاول، بعدها اشيل كل اس واحط اس عكس اشاره الرقم اللي موجود قدام التي اهو. بص كده هو المفروض تطلع اف اوف اس، شال كل اس وحط اس زائد ايه في الداله الاصليه بعد ما جاب لابلاس. اف تي ناقص تي كابيتال، تي كابيتال خلي بالك ده كونستانت، كونستانت دي عباره عن ايه؟ بتلغي السالب تي دي، بتلغيها خالص وتقول اف اوف تي، يبقى اجيب اف اوف اس، وتتضرب في ديلي اللي هو اكسبوننشال سالب اس تي كابيتال، ده يطلق عليه ديلي او تايم شيفت، بيعمل شيفت في التايم،
بتعمل دليل للداله، ودي طبعا هنشوفها ان شاء الله في امثله. معانا اف اي تي، دي اسمها سكيلينج، نظريه السكيلينج، ان التي مش موجوده لوحدها في الداله، مضروبه في ثابت، في ثابت. اعمل ايه؟ هجيب لابلاس للاف اوف تي، هتبقى اف اوف اس، واروح اشيل كل اس تعوض عنها اس على اي، واضرب الناتج النهائي عندي في واحد على اي. يبقى تاني اف اي تي، يبقى اجيب لابلاس ازاي؟ اجيب اف اوف اس الاول، احذف الاي، بعد كده اشيل كل اس واعوض عنها باس على اي، واضرب بره في ثابت واحد على اي، دي اسمها سكيلينج. نروح بعد كده للديفرنشال، نظريه التفاضل. هناخد المثال الثاني، لو عندي التفاضل الثاني بالنسبه للزمن عباره عن اف دبل دوت، خلي بالك الدوت معناها ان بفضل الداله بالنسبه للزمن، اما داش معناها بفضل الداله لاي متغير ثاني غير الزمن. طول ما هي اف دبل دوت بدل ما انا اكتبها دبل دوت، طب لو عندي التفاضل 10 تفاضل 20 هكتب 20 دوت فوق منها؟ لا، بيعمل ايه؟ بياخد بين قوسين كده فوق اس الداله بين قوسين ويكتب رقم التفاضل، هنا 2 دوت، او التفاضل الثاني يكتب 2. خلي بالك في فرق بين الباور، لو كتبت اف تربيع بس من غير اقواس دي معناها ان انا بربع الداله، لكن لو قلت اف اس بين قوسين 2 دي معناها التفاضل الثاني للداله. بتطلع ازاي؟ طبعا انت ممكن تعوض بالتكامل وتجيب الناتج، لا انا هديك قانون مباشر، طول ما هو التفاضل الثاني ببدا باس اس نفس الباور بتاع التفاضل، التفاضل الثاني تبقى اس تربيع. دايما اول حد بيتضرب في اف كابيتال اوف اس، ايه هو اف كابيتال اوف اس؟ هو لابلاس للداله اف اوف تي وليست للتفاضل، لاف اوف تي، تمام؟ يعني تمسك الداله دي تكملها مرتين، تطلع اف اوف تي، تروح تجيب لها لابلاس اللي هو اف كابيتال اوف اس. يبقى نبدا باس اس الباور بتاع التفاضل نفس الرقم، اضربها في اف اوف اس، دي بتضرب في اول ترم بس، اي ترم بعدها مباشره بيبقى بالسالب، الاس بتنزل واحد في كل مره، يعني الحد اللي بعده يبقى اس، الحد اللي بعده اس اس 0، اس اس 0 بواحد، اقف هنا. الحد الثاني احنا قلنا الحد الاول هيتضرب في اف اوف اس، الحد الثاني يضرب في اف سمول اوف 0. ايه اف سمول اوف 0؟ دي معناها الداله في التايم دومين وعوض عنها التي ب 0، يبقى اجيب الداله في التايم دومين وعوض عن التي ب 0. الحد اللي بعد كده بيضرب في تفاضل الداله وبعده اعوض عن التي ب 0. يبقى ثاني القانون كالاتي، ابدا باس اس نفس الباور بتاع التفاضل، عندي اف كابيتال اوف اس بتتكتب اول مره مع اول ترم بس، هنقص الاس تبقى اس 1، اس اس 0 وتقف هنا، خلصنا من الترم ده. اي ترم بعده بيبقى سالب، الاس تضرب في اف اوف 0 مباشره، اللي بعد التفاضل تفاضل الداله عندي الزير وهكذا. طب اقف فين في التفاضل؟ اول ما الاس تختفي، اول ما الاس تختفي. او ممكن حاجه ثانيه، مش هنا ده التفاضل الثاني؟ يبقى نهايه التفاضل الاول، نهايه التفاضل الاول. طبعا النظام ده على التفاضل الاول فوق، يلا عندي التفاضل الاول اللي هو اف دوت، قلنا عباره عن اف بين قوسين اس 1، ابدا باس اس مين؟ اس 1، اضربها في اف كابيتال اوف اس، لان اف اوف اس دي بتبقى مع اول ترم، ناقص اي حد بعدها بيبقى بالناقص، يلا كده نقص الاس الباور بتاعتها بواحد، نقصها بواحد كده تبقى ايه؟ اس اس 0، اقف هنا خلاص كده الاس اختفت، اقف. اول ترم بيبقى اف اوف 0، اف اوف 0، طب اكمل ناقص التفاضل؟ لا ما تكملش. ليه؟ اس اختفت. دايما اخر ترم اقف عنده تكون اس اختفت كده قيمتها بواحد. اس اختفت، اقف هنا. ممكن ابص ناحيه التفاضل، مش ده التفاضل الاول؟ يبقى اقف فين؟ عند التفاضل الزيرو. تفاضل الزيرو معناه ان الداله الاصليه، يعني ده التفاضل الواحد اللي قبل منه التفاضل رقم زيرو، معناه الداله الاصليه معناها مفيش تفاضل. وبالتالي لو عندي تفاضل اس ان، معناه اف بين قوسين ان، دي تبدا باس اس ان، خلي بالك شايف اف اوف اس دي بتبقى مع اول ترم ناقص، عشان هي بكل الترمات اللي بعد كده بتبقى ناقص اهي، وبيديك نفس القانون، خلي بالك اف اوف 0 اهي، طبعا هيبقى اقف فين؟ هقف عند اخر تفاضل، طول ما ان بقف عند ان ناقص 1، لان انا بعوض بالكي بان، والكي اصلا ناقصه 1، يبقى ان ناقص 1، واخر حد عندي بيبقى خلي بالك كده هنا ان تبقى ان ناقص ان، الكي بان تبقى ان ناقص ان، تبقى اس اس مين 0، نفس القانون اللي احنا شرحناه فوق. المهم ده قوانين تفاضل عنه. يطلق على الاف اوف 0 اللي هي الانيشال بتاع الداله، يطلق على اف دوت اوف 0 الانيشال بتاع التفاضل الاول للداله، ولو التفاضل الثاني وهكذا يبقى يطلق عليها الانيشال للداله وتفاضلاتها. لو عندي داله اف اوف تي بكملها من 0 لتي، لاس بتاعها عباره عن اف كابيتال اوف اس على اس، يبقى عندي داله بكملها اللابلاس بتاعها اف كابيتال اوف اس على اس، خلي بالك من النقطه دي. لو عندي اف اوف تي عايز اعوض عن تي بما لا نهايه، يبقى بطلق عليها اف اوف ما لا نهايه، دي يطلق عليها الفاينل فاليو، نظريه الفاينل فاليو. دي معناها ان ايه؟ اروح اجيب اف اوف اس من الاف اوف تي
واضربها في اس واجيب لها ليميت اس تقول لي 0. طول ما انا بجيب التي تقول لي ما لا نهايه يبقى وقتها الاس تقول لي 0، لان الاس بتعبر عن فريكوانسي، اما التي بيعبر عن الزمن، ومعروف ان الفريكوانسي مقلوب الزمن. يبقى الفاينل فاليو بجيب الليميت اس اف كابيتال اوف اس، اس تقول لي 0. اما الانيشال فاليو عندي ان انا بجيب الاف اوف تي بعوض عندها التي بزيرو، تمام، اعوض عن التي بزيرو يطلع عليها اف اوف زيرو اللي هي يطلق عليها الانيشال فاليو. بجيبها ازاي؟ اه برضو زي فوق، بجيب الاس مضروبه في اف كابيتال اوف اس، وبجيب الليميت عند اس تقول لي ما لا نهايه. طول ما تي تقول لي زيرو بجيب الاس تقول لي ما لا نهايه. هناخد امثله عشان نوضح الفكره. هروح لانفيرس لابلاس ترانسفورم. عندي داله بالشكل ده، عايز لها لابلاس انفيرس. طول ما في اس زائد 3 مرفوعه الباور وتربيع، جوه الباور ده في شيفت، يبقى دي داله شيفت، يبقى ده داله اكسبوننشال. يبقى باخد ايه؟ اه اس زائد 3 باخد اكسبوننشال عكس الاشاره سالب 2 3، واروح شايل القوس ده وعوض عنه باس، تبقى 1 على اس تربيع، 1 على اس تربيع بتي. يبقى تاني، يبقى طول ما في قوس مرفوع لباور يبقى ابص اللي جوه الاقواس الاول، اه اس زائد 3 يبقى دي داله اكسبوننشال، يبقى اي عكس الاشاره اللي هنا تبقى سالب 3 دي. شيل القوس ده وعوض عنه باس، تبقى 1 على اس تربيع بتي، واضرب الاثنين في بعض. او ممكن تحفظ القانون ده، اه تي اس ان اي اس سالب اي تي يطلع بالشكل ده. ايه هنا بكام؟ اه لمجموع الاس، الاس يبقى اس زائد 3 يبقى الاي بكام؟ اي اس سالب 3 من هنا. قارن كده، هنا القوس مرفوع ل2، يبقى ان زائد 1 بتساوي كام؟ 2. هتبقى الان كده بواحد، يبقى التي اس 1. الثابت هنا، الثابت هنا 1، اه مضروب 1 ب1 يبقى نفس الناتج، مفيش اختلاف، تطلع الداله دي. هروح لمثال تاني، 2 على اس تربيع زائد 5، بتكافئ ايه في الجدول؟ طول ما اس تربيع زائد عدد دي بتكافئ ساين او كوزاين. ابص على ايه؟ اه ابص على البسط، البسط ثابت يبقى ساين، البسط اس يبقى كوزاين. ركز معايا كده، اس تربيع زائد 5 كافئ الساين، اس تربيع زائد اوميجا تربيع، يبقى لازم الخمسه دي اخليها على هيئه اوميجا تربيع. يبقى الخمسه دي هحولها لتربيع ازاي؟ يبقى جذر 5 تربيع، ولازم خلي بالك الاوميجا تبقى موجوده في البسط، هنا البسط عباره عن 2 مش اوميجا. تاني، يبقى اقول اس تربيع زائد الخمسه ده احولها لتربيع، بمعنى ايه؟ تبقى جذر 5 تربيع، اللي جوه التربيع ده الاوميجا، ادي التربيع اللي جوه التربيع ده الاوميجا، يبقى لازم الاوميجا اشوفها في البسط، يبقى ادي الاوميجا بتاعت البسط. طب انت ضربت في جذر 5، يبقى اقسم بره على جذر 5 والاثنين اخدها بره، عشان اقول الصيغه دي عباره عن ساين جذر 5 تي، لان الجذر 5 ده عباره عن اوميجا، اوميجا تي، يبقى ساين اوميجا تي، وبالتالي عندي الثابت ينزل زي ما هو بره. يلا كده مثال تاني، اه داله تربيع اس تربيع زائد 5، ده المقام، يبقى بتكافئ ساين او كوساين. البسط عباره عن ايه؟ ولا هو اس ولا هو ثابت، اه ده اس ناقص 3، في مشكله، اعمل ايه؟ اه اجزأ البسط على المقام، يبقى اخد اس مره على المقام واقول ناقص 3 مره على المقام، يبقى جزأت البسط على المقام، يبقى دي شبيهه بالكوزاين ودي شبيهه بالساين. في حته مهمه، لو كانت درجه البسط بتساوي درجه المقام لازم اعمل قسمه مطوله اولا. دايما لما يكون درجه البسط بتساوي درجه المقام او درجه البسط اكبر من درجه المقام اعمل قسمه مطوله اولا. هيديني في حدود بتخلص من اول مره وفي حدود مش بتخلص، بحولها لشكل من اشكال الجدول. هنا البسط اقل من المقام، يبقى مباشره انا اعمل ايه؟ اجزأ البسط على المقام زي ما انت شايف. تعال كده، يبقى الخمسه دي شبيهه بالكوزين هنا، يبقى احول الخمسه دي على هيئه تربيع، تبقى جذر 5 تربيع. طب هنا تبقى ايه؟ جذر 5 تربيع، بس لازم اشوف الاوميجا في البسط، اشوف الاوميجا في البسط، يبقى اخد الثلاثه بره هنا نزلها تحت واضرب في الجذر 5 واقسم على جذر 5 زي ما انت شايف كده. وهنا دي في اس في البسط، تمام زي ما هي، يبقى تبقى كوزاين، يبقى دي داله الكوزاين، وعندي جذر 5 اللي هي اوميجا، وادي الثابت نزل زي ما هو، والداله دي شبيهه بالساين. في حته مهمه، لو كان المقام مش اس تربيع زائد ثابت، لا ده عباره عن داله، داله تربيعيه ومش عارف احولها لساين والكوزاين، تعال نعمل اكمال مربع. اخذنا في مفكوك كثيره الحدود من الدرجه الثانيه اللي هي الداله التربيعيه ذات الحدين A S زائد B، لما فكها يبقى مربع الأول مربع الأخير 2 في الأول في الثانية يبقى الحد الأوسط، ده مين المفكوك عندي. طب عندي دالة زي كده، لما تروح تحللها بالطريقة التقليدية ما تتحللش، مش عارف أجيبها يدويا، يبقى محتاج أستخدم القانون أو أستخدم الآلة. طبعا لا، أنا مش عايزك تحلها بالقانون ولا بالآلة، أعمل إكمال مربع عشان أحولها لدالة ساين وكوزاين. أعمل إكمال مربع إزاي؟ باخد أول ترمين الإس تربيع والاتنين إس، يبقى أقول كده اقارن، قارن كده الاي تربيع بكام؟ اه بواحد. الاثنين اي بي بيساوي ايه من هنا؟ 2. ما تقولش البي تربيع بتساوي 5، غلط، لا، ما الحد المطلق سيبه، ما جيش ناحيته. يلا من هنا الاي بكام؟ اطلع بواحد. طب 2 اي بي بيساوي كام؟ اه 2، يبقى مباشره عوض على الاي بواحد تطلع البي بواحد. يبقى ايه معنى الكلام ده؟
انا طلعت البي بواحد، يبقى اقول اس تربيع زائد 2 اس، اروح اجمع زائد بي تربيع ناقص بي تربيع، ما ده عباره عن اللي هو الترمين دول اللي انا قارنت معاهم. انا هضيف بي تربيع هنا واطرح بي تربيع واخلي الثابت ده انزله زي ما هو، بحيث ان الجزء الاول ده يبقى مربع كامل. يبقى تاني انا جبت البي، هروح ضايف بي تربيع واطرح بي تربيع، الثابت ما جيش ناحيته، انزله زي ما هو. هنلقى الترم الاول ده، خلي بالك انا خدت الزائد مع الترم الاول، هيبقى ده مربع كامل، وهيبقى ده ثابت مع ثابت وخلصه. تعال نعوض عن بي، البي بواحد تربع هتبقى بواحد. هناخد اس تربيع زائد 2 اس زائد واحد، دي عباره عن مربع كامل قيمته ايه؟ اس زائد بي لكل تربيع، الاي بواحد والبي بواحد، يطلع بالشكل ده، شايفه اللي هو الجزء ده مربعه الشكل ده. طيب ناقص واحد وزائد خمسه يطلع بزائد اربعه، يبقى بقيت بمربع كامل كده. ده الحل النهائي اللي هستخدمه في ان انا اجيب لابلاس العكسي. تمام، يبقى عرفت ازاي بتعمل اكمال مربع. طب ناخد مثال تاني. دايما في استخدامنا اللابلاس العكسي عامل اكمال مربع لازم يبقى معامل اس تربيع بواحد. تمام، لازم يبقى معامل اس تربيع بواحد. طب هتقول لي يا باشمهندس، طب ما اعمل اكمال مربع مباشره هنا، اقول الاي تربيع ب 2 و2 اي بي ب 4 واكمل واضيف زي الاولانيه. صح مش غلط، بس في استخدام اللابلاس لازم معامل اس تربيع بواحد عشان اقدر احوله لصوره او صيغه ستاندرد عندي. يبقى لازم معامل اس تربيع يبقى بواحد. يبقى اخد ايه؟ يبقى الترمين اللي انا بشتغل عليهم هنا باخد منهم اتنين عامل مشترك، يبقى اس تربيع زائد 2 اس، والخمسه بره الوحده، وادي خدت الاتنين. يبقى عندي ده معامل اي تربيع، والمعامل ده عباره عن 2 اي بي اللي جوه القوس، ماليش دعوه بالاتنين اللي بره. يبقى اي تربيع بواحد، وعندي الاتنين اي بي عندي باتنين، يبقى الاي بواحد، وهنا برضو تطلع البي بواحد لما تعوض. اجي اعمل اكمال مربع جوه القوس ده، افتح القوس كده، اضيف بي تربيع واطرح بي تربيع، بي تربيع بكام؟ بواحد، واطرح بي تربيع بواحد. يبقى قلنا ان الترمين دول مع البي تربيع الموجبه يبقى ده مربع كامل. يبقى اس تربيع زائد 2 اس عوض عن بي تربيع بواحد، وناقص بي تربيع بره بواحد. الجزء ده عباره عن مربع كامل اللي هو اي اس زائد بي، يعني احنا قلنا ده اي تربيع 2 اي بي، ده بي تربيع، يبقى ده عباره عن مربع كامل. مربع كامل يبقى ايه؟ ركز معايا كده، يبقى ده عباره عن 1 اس زائد 1 كل تربيع، ده خلص اهو. تمام، اضربه في 2. طب والسالب 1 اضربها في 2، يبقى سالب 2 وزائد 5 يديك موجب 3 بره، لازم تتحط في الشكل ده. يبقى عندي القوس اهو، معامل اس اللي جوه القوس بواحد، معامل اس اللي جوه القوس بواحد، والا لو انت حليتها بالطريقه التقليديه وقلت ايه تربيع ب 2 و2 اي بي ب 4 وتعمل اكمال مربع، هتطلع عندك فيه هنا تقريبا جذر 2 جوه القوس مضروبه في اس، يبقى مضطر تاخد 2 عامل مشترك بره. لو حليتها بالطريقه اللي انت بتقول عليها يبقى هيبقى عندك جذر 2 هنا. تمام، في الحته دي، والثابت ده هيتغير طبعا. جذر 2 ده هتعمل ايه؟ لازم اخده بره، بره هنا عامل مشترك، عشان لازم يبقى معامل اس اللي جوه التربيع بواحد عشان اقدر احوله لصوره ستاندرد. ناخد مثال عشان الموضوع يتضح. الشكل ده مش موجود في الجدول، يعني اعمل اكمال مربع. اكمال مربع هناخد دي لوحدها بره، هنعمل اكمال مربع زي ما انا شرحت، هتلقى المثال ده مشروح في السلايد اللي فات، اللي هو المقام. اعمل اكمال مربع، اعمل اكمال مربع يطلع بالشكل ده. طول ما داخل الداله هنا تربيع، طول ما داخل التربيع اس زائد حاجه او ناقص حاجه معناها حصل شيفت للاس. هو في اس تاني هنا؟ لا مفيش غير دي، يبقى دي معناها حصل لها شيفت. يبقى مباشره دي لازم تبقى اوميجا تربيع، تبقى 2 اس تربيع. يلا نحولها، يبقى 2 اس تربيع، وده الشيفت بتاعي، مش دي الاوميجا، يبقى البسط لازم يبقى اوميجا. واقسم على 2 بره واخد الثلاثه عامل مشترك. يبقى ده الشكل عباره عن ايه؟ دي عباره عن شيفت، طول ما في الاس متشفته تبقى اكسبوننشال اس سالب تي، شيل اس زائد 1 دي وعوض عنها باس، تبقى اس تربيع زائد 2 تربيع، والبسط 2 تبقى ايه؟ داله الساين، ساين 2 تي. تمام، تطلع بالشكل اللي قدامك ده، الثابت نزل زي ما هو. او ممكن تحفظ داله الشيفت دي وقارن معاملات زي ما انت شايف. خلي بالك اوميجا تربيع لازم البسط يبقى اوميجا، عشان كده 2 تربيع خليت البسط ب 2، وعملت ايه؟ قسمت على 2 بره عشان تطلع بالداله اللي قدامك دي. طيب يلا مثال تاني، 3 اس زائد 6، المقام هو بتاع المثال اللي فات. اعمل اكمال مربع برضه، لازم البسط يبقى معامل الاسات اللي فيه تبقى بواحد. يبقى طول ما هنا اس زائد 1 تربيع، يبقى حصل شيفت لمين؟ حصل شيفت للاس. طول ما داخل اي قوس مرفوع لباور في اس متشفته بمقدار، يبقى ده داله الشيفت، يبقى اكسبوننشال على طول. يبقى ابص للبسط، 3 اس زائد 6، طب ما في اس في البسط ظاهره اهي، يبقى دي شبيهه بالكوزاين بس مجموعه عليها ثابت. اعمل ايه؟ يبقى اول حاجه اتخلص من 3، يبقى اخد 3 عامل مشترك من البسط. ركز معايا كده، اس زائد 1، طب ما دي داله شيفت في الاس، يبقى لازم البسط يبقى فيه شيفت في الاس عشان تبقى داله كوزين متشفته. يبقى اس زائد 2 هعملها ازاي؟ طول ما اس زائد 1، اقول اس زائد 1 وناقص 1، يعني اجمع 1 واطرح 1 اللي هو حصل له شيفت تحت،
اجمعه فوق واطرحه فوق برضو زائد وناقص، والثابت هنزله زي ما هو. ابتدي اجزأ اقول ايه؟ است زائد واحد مع المقام، دي دالة كوزين ما حصل لها شيفت، سالب واحد زائد واحد يبقى ده ثابت قيمته بزائد واحد، يبقى اقول كده. خلي بالك التلاتة مضروبة في الدالة كلها، يبقى تلاتة في الجزء الاول وتلاتة في الجزء التاني. يبقى ادي الجزء الاول اهو، هجزأ البسط على المقام، وهنا سالب واحد زائد واحد يبقى واحد على المقام، يبقى دي دالة الكوزين حصل لها شيفت، ودي دالة ساين حصل لها شيفت. خلي بالك هنا دي دي اتنين تربيع، يبقى لازم اشوف الاتنين في البسط اللي هي الاوميجا، قاسم على اتنين بره. يلا دي عباره عن ايه؟ اس زائد واحد، اس زائد واحد، يبقى الاس حصل لها شيفت بمقدار ايه؟ واحد، يبقى تبقى اكسبوننشال اس سالب تي. طيب والثابت ينزل، تبقى هنا شيل كل القوس وحط اس، وشيل القوس هنا وحط اس، يبقى اس تربيع، يبقى دي دلاله كوزاين اللي هو الاوميجا اللي هي 2 تي، زائد الثابت ينزل زي ما هو، دي دلاله مين؟ دلت ساين، بس حصل لها شيفت بمقدار مين؟ واحد، يبقى اكسبوننشال سالب عكس الاشاره الثابت واحد تي ساين، عوض عن القوس ده باس تبقى تربيعي، يبقى دلت ساين. نروح بعد كده لمثال تاني. بص كده، اعمل اكمال، اول ما اشوف الداله تربيعيه في المقام مش راضيه تتحلل اعمل اكمال مربع على طول. عملت اكمال مربع، بس اعمل اكمال مربع ازاي يا باشمهندس؟ بالطريقه اللي انا قلت لك، تاخد اتنين عامل مشترك من ده وده اللي انا شرحتها في السلايدات اللي فاتت، اتنين عامل مشترك من ده وده، تبتدي تعمل اكمال مربع. يا ريت تعمل اكمال مربع على جنب الاول. عملت اكمال مربع زي ما انا شرحت، في 3 اس في البسط. طب هنا الاس في المقام الداله دي حصل لها شيفت ولا لا؟ ابص على الباور دايما، ابص على الباور قبل الاس المنفرد. الباور كده تحت ما حصل له شيفت البسط. طب ما حصلوش شيفت، يبقى دي مش داله كوزين حصل لها شيفت. طب اعمل ايه؟ ببساطه اوفر الشيفت في البسط كمان، يبقى اخد 3 عامل مشترك من البسط. يبقى اول حاجه خدت 3 عامل مشترك من البسط، وهنا القوس تربيع. يبقى المفروض ده عشان يبقى الستاندرد فورم القوس يبقى ما فيهوش حاجه، يبقى اخد الاثنين عامل مشترك، الثلاثه اخد منها اثنين تبقى واحد ونص. يبقى عندي الاس منفرد اهي في البسط، وادي مين؟ المقام. اعمل ايه؟ دي داله شيفت، يبقى لازم اوفر الشيفت في البسط. اوفره ازاي؟ اضيف واحد واطرح واحد. يبقى انا هضيف واحد واطرح واحد، خلي بالك الثابت ده مضروب في كله، هضيف واحد واطرح واحد، وخلي بالك بقى القوس هنا نفس القوس تحت، كده ايه؟ بقي في تشابه. ابتدي اجزأ البسط على المقام. يبقى اقول القوس ده مع المقام ناقص الثابت على المقام، تطلع بالشكل اللي قدامك ده. الداله دي فيها شيفت وفي نفس الوقت في اس في البسط، يبقى دي داله كوزاين. هنا الاوميجا بجذر واحد ونص، تمام، لان الواحد ونص انا حولته لتربيع ما تنساش. يبقى اقول جذر واحد ونص تربيع، التربيع بيشيل الجذر يطلع نفس الثابت. هعمل ايه بعد كده؟ الاوميجا اخليها نفسها في البسط واقسم عليها بره، تمام، والثابت نزل زي ما هو، الثابت اللي هو 3 على 2 نزل زي ما هو، خلي بالك سالب. يلا نروح للداله بتاعتنا. يبقى دي عباره عن شيفت فوق وتحت اهو، يبقى اي اس سالب تي، والداله دي شبيهه بالكوزين، يبقى كوزين مضروبه في الثابت. عندي ده ناقص الثابت ينزل زي ما هو، خلي بالك انا خلصت الثابت بالشكل ده. عندنا الداله دي عباره عن ساين جذر واحد ونص، خلي بالك هنا الشيفت ايه؟ اي اس سالب تي، تمام؟ خلي بالك مع الساين البسط ثابت، مع الكوزين البسط يبقى فيه اس. طب لو شيفت يبقى البسط متشفت بنفس مقدار المقام. طيب انا حليت المثال فات بالطريقه التقليديه، طب انا اعمل لك قانون في الجدول. شايفه لما يبقى عندي في شيفت في المقام لكن البسط فيه اس بس ما فيهاش شيفت، تبقى دي القانون ده مباشره. يبقى اعمل ايه؟ بص كده، يبقى عملت اكمال مربع، هاخد الاثنين عامل مشترك بره والثلاثه عامل مشترك بره، يطلع الشكل ده. ما تنساش هيبقى واحد ونص، يبقى هات جذر واحد ونص تربيع، قارن ده مع ده، قارن ده مع ده، تطلع الاوميجا عندك بجذر واحد ونص والايه بواحد. ابتدي عوض في الناحيه الشمال عن الاي بواحد والاوميجا بجذر واحد ونص، تطلع بالشكل اللي قدامك ده. الناتج ده هو نفس ناتج السلايد اللي فات، مفيش اختلاف. خلي بالك الثابت ينزل الاول، افتح قوس عوض بالقانون، ما تغلطش، خلي الثابت افتح قوس كبير وبعد كده حط القانون بتاعك وعوض عن الثوابت اللي فيه، اضرب الثابت في القوس ده يطلع الناتج نفس اللي طلعته في السلايد اللي فات. طيب لو انا عايز احل الموضوع بالماتلاب، ده اللي عندك بالشكل ده، عايز تعمل تشيك على الناتج بتاعك بالماتلاب، اعمل ايه؟ ده اللابلاس العكسي بتاعها على فكره رياضيا. هروح اقول له الداله دي ما فيهاش غير متغير وحيد هو اس، يبقى اقول له سيمبلز اس، اكتب الفانكشن عندي زي ما اتعلمنا، تكتب الفانكشن عادي، خلي بالك الباور بتترفع كده، اس اس 2، تمام، دي بجيبها بشيفت 6، وما تنساش اي عنصرين مضروبين في بعض تحط علامه الضرب، وخلي بالك البسط هنا تحطه بين قوسين عشان يبقى الناتج البسط يتقسم على المقام. لو قلت 3 اس زائد 6 على ده هيقسم ال 6 فقط على المقام، هيقسم ال 6 فقط على المقام لو انت شلت القوس بتاع البسط، لا حط قواس البسط عشان يطلع ناتج البسط وبعد كده يقسمه على المقام. اعمل ايه؟ اجيب لابلاس العكسي، اكتب اي كده، اي لابلاس معناها انفيرس لابلاس اف كابيتال، تطلع اف سمول عندي،
تطلع بالشكل اللي قدامك ده اللي انت شايفه هنا. الناتج ده هو نفس الناتج اللي احنا طلعناه رياضي. طبعا هنا لاحظ، بص كده، 3 اكسبوننشال سالب تي في قوس كبير، شايف القوس ده؟ جمع الساين والكوزين، يبقى هو خد 3 عامل مشترك من هنا. وبكده احنا غطينا امثله كتير على لابلاس. لو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات. طبعا ان شاء الله احنا اخدنا امثله بسيطه في هذا الفيديو، في الفيديو القادم هناخد امثله صعبه وازاي استخدم البارشال افراكشن. يبقى كده هنلم لابلاس بالتفصيل. الموضوع ده مهم قوي طبعا ان انا بستخدمه في الكنترول. وما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا.